تسكت الحكومة وتسكت المعارضة. يحيى الحزب الميري. يحيى الحزب الميري. شكرا شكرا. فلتحيوا معي المسؤولين الشرفاء، رجالات مصر الأوفياء، السادة الوزراء، حيوا معي. مين دول يا رسمي؟ ده ولد هلفوت بيشتغل عندي، نازل انتخابات، أنا وقفته عن العمل، والبنت اللي معاه دي نازلة فئات. فليحيا الوزراء الأحرار. على إذنك بس يا سيادة الوزير. الجردل والكنكة يا إخواني في صف الحكومة، فانتخبوهم وانتخبوها، وعاش التحالف مع الحكومة. عاش الجردل، تحيا الكنكة. عاش الجردل، تحيا الكنكة. أقول لك إيه، نزلوا الهلافيت دول إن شاء الله بالقوة. لا لا، بلاش العنف ده والوزراء قاعدين. نحن نطالب بمناظرة ديمقراطية أمام الجماهير لتعرفوا من هو الأقدر بالدفاع عن الحكومة، نحن أم هؤلاء. عاشت حكومة الشعب. وعاش شعب الحكومة. فالحكومة يا إخواني لابد لها من شعب تحكمه، والشعب لابد له من حكومة تشكمه. فهنيئا للحكومة بالشعب، وهنيئا للشعب بالحكومة. عاشت الحكومة للشعب، وعاش الشعب من أجل الحكومة. ونحن نعلم جميعا أن الشرطة في خدمة الشعب. فحيوا معي رجال الشرطة الأحرار. عاش تحالف الشرطة مع الشعب. عاش تحالف الشرطة مع الشعب. الله أكبر والنصر للشرطة. الله أكبر والنصر للشرطة. المهيطة يا بلاش بس الشرطة ما تحبسناش. المهيطة يا بلاش بس الشرطة ما تحبسناش. يلا يلا. ايه ده؟ معقوله اللي بتقوله ده؟ ده اللي حصل. يا نزيه تعالي معايا. شفتي صورك انت بس؟ يا خرب بيتك يا عديله، هي دي الحمله يا نزيه اللي دفعت فيها دم قلبي؟ مفيش غيره اللي عملها. بخيت بخيت ضمك لصفه علشان يقضي عليكي نهائيا. ازاي انا ما فكرتش في الحكايه دي؟ بس اطمني، ملحوقه بخيت. فوق. بخيت، عايزك في كلمتين. ايه في يا عديل؟ هنا ما ينفعش، تعالى الكابينة. حكمت دلوقتي انا تعبان. هستناك في الكابينة وما تتأخرش. كنت عايز ايه؟ اخي الستات دول محدش يعرف مزاجهم ابدا. كنت عايز ايه والنبي؟ خلي بالك انت، بركة فيك خمس. خلي بالي وده وقته. يلا يا اخوانا، يلا الراجل راح يشوف حاله. انتوا خلصتوا الشوارع بتاعتكم ولا ايه؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. يا نهار اسود، خيانه. انقذوا الثوره يا رفاق، اقضوا على الاستعمار والرجعيه والصهيونيه والاماميه. هجوم ورايا.
دلوقتي؟ ثواني واجهز لك يا جميل. في حاجة اتكسرت عندك؟ لسه، لكن هتتكسر إن شاء الله. الحمام منور ليه؟ المهيطر طالع عليه، طالع عليه، طالع عليه. المهيطر يا بلاش، واحد غيره ما ينفع نعمل. إيه ده؟ ده أنت حالتك صعبة أوي. ثواني هحضر كاسين. المرايه طاقت، يلا خدت الشر وراحت. يلا بقى عدول عشان عندنا شغل. ها ايه يا بنت، مالك في ايه بقى؟ انا تخليهم يقطعوا صور يا بخيت؟ طب خد وقطعها ليه يا بنت الناس؟ ده انت فات وانا عمال، انا ماليش صالح. ايوه حصلنا قدامني. اما حصلنا هيحصل يا حبيبتي. ده بعيد عن شنبك يا حبيبي. ربنا فرحانه بشويه الاراضيين بتوعك والسلازيه بتاعي. انت اللي فرحان بشويه السيئه اللي بتقعد معاهم على القهوه. انت سايبك في السياسه، تفهم ايه؟ انت يا دوبك كفايه عليك تفهم، تحط فيشه فيشه، فريزه فريزه، هو ده اللي تفهم فيه ما تخليك في حالك انت يا املا بتاعت المطالعه، ده انت يا دوب كفايه عليك فاتحه ونصبه. في ايه؟ فتحه ونصبه. اسمع ما اقولك، انا ما يهمنيش اني اكسب، لكن يهمني اني اجيب اصوات اكتر منك علشان اذلك. اذلك وسط اصحابك. انت لو تجيب اصوات اكتر مني انا ارمي نفسي في البحر. ليه؟ مش مكسوف على دمك وهما مدينك الجردل؟ يا جردل ما تقليش ادبي ككنكة. مين فينا اللي بيقل ادب؟ انا هوريك. لا بقى، انت لسه مش فايتك. يلا بنت امشي من هنا، امشي من هنا. امشي منين؟ بتطردني من سرايه ابوك؟ امشي اطلع بره، ما تورينيش وشك. بقول يعني انت اللي وشك اللي عادل، انت وشك يقطع الخميره من البيت يا بنت صندوق. انا اللي وشي يقطع الخميره من البيت يا مهيطل، يا تبني يا ندل يا سافل. بكرهك بكرهك يا بنت. قلت لك انا ماليش صالح بتاع